ضغطت عليا بكل الطرق والوسائل، بلغ بيها الحقد والكراهية اني هكلم مدير الاوتيل اللي انا بشتغل فيه عشان تنهي عقدي معاهم، ده غير المؤخرة اللي انا كاتبه على نفسي 500,000 جنيه. في حد يكتب على نفسه مؤخر بمبلغ زي ده؟ اعمل ايه يا سماح؟ لما اتجوزتني قدمت لي حاجات كتيرة قوي، كانت عايزة تضمن مستقبلها معايا، لقيت ان اقل حاجة اعملها لها اني اوافق على المؤخر، ما حطتش في دماغي اني اشوفك واحبك. يا هاشم حتى لو ما كناش اتقابلنا ازاي كنت قادر تستحمل علاقة زي دي؟ والله يا سماح انا ما اكذبش عليكي، المسألة ما كانتش فارقة معايا، انا كنت عايش حياتي زي ما انا عايش كده، وسميرة كانت بتيجي اسبوع 10 أيام في الشهر. ما تزعليش مني عشان بكلمك بصراحة، انا مش هممني اي خسارة ومستعد لاي حرب، بس المهم ما خسركيش. انا ما صدقت لقيتك يا حبيبتي. وانت ناوي تعمل ايه دلوقتي؟ الحمد لله انا مضيت عقد كويس قوي مع شركة كبيرة، هعمل لهم شريط وخدت مبلغ مش بطال، وعندي بقى السنة دي بروجرام زحمة قوي، عندي حفلات جوه مصر وخارج مصر، مهم اخلص من سميرة ومشاكلها. طب انت قاعد فين دلوقتي؟ قاعد عند ماما. طب انت بتحسبي ما عنديش اهل ولا ايه؟ انا عندي ماما وبابا وانور وجدي كمان، ولا بتحسبي اللي انا مقطوع من شجرة؟ لا قوليلي مين الراجل ده اللي دايما يطلع لي؟ راجل مين؟ قريبك، قريبك او معرفتك اللي ضربني مرة قدام بيتكم. ايه ده، هو عمي كريم ضربك قدام بيتنا؟ لا 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 انا عارف عمك كريم كويس، ده راجل ده غريب قوي، شكله غامض، واضح انه يعرفك كويس. مرة قال لي ابعد عن سماح، ولما سألته انت مين وتعرفها منين قال لي سألها وهي تقولك انا اقرب انسان ليها. مين الراجل ده يا سماح؟ يعني ايه اقرب انسان ليكي؟ معرفش يا ماما، هو قال لي كده، تفتكري يكون مين؟ معرفش، اكيد حكايه من نسج الخيال. لا نسج الخيال ازاي، هاشم قال لي كده، وبعدين هو هيضحك عليا ليه؟ مش ده المهم، قوليلي ناويه تعملي ايه دلوقتي؟ ما هاشم كان عايز يجي يقابل حضرتك ويتكلم معاكي. هيتكلم معايا في ايه؟ مش لما يخلص مشاكله مع مراته؟ لا ما هو بيحلها. طب وانتي راضيه بالوضع ده؟ هاشم بيحبني يا ماما وانا واثقه من كده، وبعدين مش عيب ان الواحد يبقى له تجربه سابقه، هو عايز يبتدي معايا حياه جديده وينسى الماضي بكل مشاكله. الماضي ما بيتنسيش ابدا، بيفضل ورا الانسان طول حياته حتى لو افتكر انه توا الصفحه بتاعته. يعني يا ماما الواحد يفضل عايش اسير لتجربته الاولى؟ لا انا مش موافقه حضرتك. حبيبتي انت لسه صغيره، ارجوكي ما تبتديش حياتك بمشاكل. صباح الخير استاذ. صباح الخير يا عم طه. في سواق جاب الحاجه دي، ما قالش مين اللي بعتها؟ ما سالتوش. طب شكرا. شكرا يا عم طه، مع السلامه. يا حبيبتي يا مدام ابتسام، صاحبه واجب طول عمرك والله. مين يا وز؟ امسك بسرعه، مدام ابتسام بعت لنا هديه، امسك. بسم الله الرحمن الرحيم. اه ده شكلها هديه مش اي هديه. شوف يا ابني، دي حاجة تساوي بتاع 3,000 جنيه. هدية مية مية طبعا، واحدة ربنا موسع عليها قوي، ايه المانع انها تجيب هدية فخمة زي دي تشبرق علينا؟ تشبرق علينا؟ ما تحسن ملفظك شوية يا فكري. عرفت بقى ان ابتسام دي بتحبنا وبتهتم بينا؟ دي اغلى هدية جات لنا. عيبك يا عزة انك انت تفكيرك مادي، لكن انا تفكيري عقلاني. عارفة يعني ايه ست محترمة تنزل تجيب هدية محترمة؟ اذا قدرت تفهمنا. الحمد لله ان انت قدرت تفهم ان هي قدرت تفهمنا. يعني الست دي مش بتتعامل معانا ان احنا بس كده ناس بتشتغل معاها في الشغل والسلام، لا فعلا بتحبنا من قلبها. انت مخك ضيق. ايه برضوم، في مثل ببلدنا بيقول اطعم الفم تستحي العين. الست دي عايزة تكسر عيننا، عايزة تضمن ولائنا، عايزة تضمن ان احنا ما نعرضهاش خالص. يا رب يا رب تكسر عيننا في ايه وتضمن ولاءنا؟ هو احنا في حرب ولا في انتخابات؟ انت كل ده مش قادر تفهم ان الست دي ست متفتحه جدا،
ما بتشوفش هي ازاي بتتعامل معانا في كل كبيره وصغيره بمنتهى الديمقراطيه اللي خلقها ربنا في الدنيا؟ انا مش هعرف اوصل معاك لحق ولا باطل. اجري حضر لنا الفطار. ايه ده؟ لا، 100 مره قلت لك بلاش اسلوب الامر ده، في اسلوب تكلمني بيه احسن من كده. ها، لان انا ولا الشغاله ولا الجاريه بتاعتك. وبعدين تعالى هنا، انت كنت بتقول للست والدتك روحي حضري لنا الفطار. اجيبي سيره امي على لسانك. ايه الام انت فاهمه؟ امي كانت تشوف اكره اوضه النوم بتاعتي بتتفتح صاروخ تعملي الفطار. صاروخ؟ انت فهمتني غلط بقى، انا مش صاروخ يا فكري. وعشان الحياه بينا تستمر ويبقى فيها كده احترام متبادل، لازم تعاملني بطريقه غير الطريقه الاستفزازيه دي. اوكي، انا مش هنغير من نفسي، انت طبقي نفسك عليا. كريم بيها دافعين في الارض والمباني والمرافق الشيء الفلاني. 40% مكسب معقول؟ البلد فيها فلوس كتير يا كريم بيه، والقريه في موقع ممتاز وهيبقى لها مستقبل كبير. انا مصر على رايي، واللي مش موافق ممكن ينسحب المشروع. قوم نفكر تاني يا كريم. انا قلت اللي عليا. الو، ايوه مين؟ اه حسين، انت فين؟ في قريه البضايع. طيب خلص الاجراءات واطلع على المصنع. اهلا. واي، ايه المفاجاه الحلوه دي؟ تعال اعرفك على عروسه. عروسه؟ اشتريت فيسبا. فيسبا ده تطور كبير جدا. امال فين البيسكليت؟ بعتها. اه يعني ما معكش فلوس؟ لا طبعا معايا مبلغ مش بطال كمان. وائل، انا عايزك بعد ما تخلص السنه دي تيجي تشتغل معايا هنا. لا، الموضوع ده شيله من دماغك خالص. احنا اتفقنا ان انا ليا مشاريعي الخاصه. يا ابني خليك عاقل، انا محتاجك هنا، الشغل كتير. تيجي تتمرن تاخد خبره، ما تنساش انه في يوم من الايام المكان ده هيبقى ملكك. هو ده الكلام اللي بيزعلني منك على فكرة. حضرتك الأيام دي مش مظبوط. إيه اللي مضايقك؟ أنت مش شايف حالة والدتك؟ أنا مش عارف إيه اللي بيحصل لها. ما سألتهاش ليه؟ وأنا ببطل أسئلة، هي مصممة على الصمت. يمكن تقولك أنت؟ ماما مش هتتكلم في أي موضوع خاص بيك وبيها معايا. ما تاخدها وتسافروا شرم الشيخ ولا تروح اي حته. رفضت رفض نهائي. انا مش عارف الحاله دي هتستمر لامتى. يا ترى كام المره دي؟ 14,000 جنيه. يا ساتر. طب الغلابه بيعملوا ايه مع المرض ده؟ التامين الصحي بيعالج نسبه كبيره قوي منه. التامين الصحي منه؟ ده مرض وحش بياكل في جسم الانسان وفي فلوسه. خد، يبقى ودي شيك ده لمعهد الاورام. بس ده مبلغ كبير قوي. ده مبلغ تافه بالنسبه لعدد المرضى. انا كل يوم بكتشف فيك حاجه جميله. ده عشان انت صغيره وما تعرفيش ان البني ادم ده كتله متناقضات. انا اصلي اخطات كتير في حياتي وبحاول امسح اخطائي، بس للاسف مش قادر. اولا انا لا يمكن اتصور ان حياتك كان فيها اخطاء، لان انت كتله جميله قوي من المشاعر، رغم انك بترسم القسوه على ملامحك. لكن نفسي اعرف ايه اللي معذبك عشان اقدر اساعدك. طب يلا حبيبتي لمي حاجتنا عشان نمشي من هنا، انا خلاص ما بقتش طايق المستشفى. الو استاذ رشدي، اهلا وسهلا. الحقيقة أنا أسفة أوي، أنا كنت قاسية مع مصطفى،
بس أرجوك تقوله يقدر موقفي. كنت عاوز أبلغك إن مصطفى بيه تعب قوي ونقلناه المستشفى. ادخل. تفضل. ابتسام. انا ما كنتش عارف انك مريض للدرجه دي. قلبك انا حاسس انك حكيت. بس أرجو إن سبب ما يكونش إني صعبت عليكي. خلاص دفعت الحساب. ابتسام هانم؟ أهلا وسهلا. أنت بتعملي إيه هنا؟ وحضرتك بتعملي إيه هنا؟ أبقى صفاء استنيني تحت في العربية من فضلك. أنت بتعرف صفاء من إمتى؟ صفاء سكرتيرتي. مش غريبة قوي ان سكرتيرية كريم تبقى سكرتيرتك؟ وبعدين دي كانت صديقة وائل ابني. اوعى تكون انت اللي رميتها عليه. اولا كريم هو اللي طردها من المكتب. ثانيا وائل وصفاء على علاقة من قبل ما ارجع انا من كندا. وبعدين صفاء دي سكرتيرتي وبس. كل شيء فيك غريب ومخيف. تختفي فجأة وتظهر فجأة. وبعدين ألاقيك بتحوم حوالينا فجأة. أنت اللي قلت لهاشم على سماح وسألته عليها. أنت قصدك إيه من ده كله؟ قصدي أقرب من بناتي. قصدي أسرد حبهم. ولا ده مش من حقي؟ وبعدين عايز أعرف حاجة. أنت ليه واقفة دايماً ضدي؟ ليه دايماً منحازة كريم؟ ليه مش قادرة تشوفي الحقيقة؟ يا مصطفى أرجوك، أنت بتشوف الحقيقة من وجهة نظرك بس، لكن أنا بحاول أدافع عن بيتي وعن أولادي من الانهيار. ولادي يعني سارة وسماح ووائل. ووائل ابن كريم. ما أقدرش أقوله إن أبوه كان مجرم وإنه حاول يقتل أبو أخواته البنات. ما أقدرش أخلي ولادي فريقين ضد بعض. افهم دي. لا أنا فهمت. أنت عايز الوضع يفضل زي ما هو وأنا أفضل ميت وبعد كده اروح اموت في اي حته هناك بعيد عنكم. طب لا يا ابتسام، لا او ميت لا كمان، ده ما يبقاش اسمه عدل. انا عارف ان القرار بالنسبه لك صعب، بس انا مصمم. البنات لازم يعرفوا ان انا ابوهم ولازم يعرفوا ان لسه عايش. يا مصطفى ارجوك ما تهدش كل اللي انا بنيته في سنين طويله. ارجوك ما تهدوش. طب اديني وقت. وانا مين يديني وقت؟ مين يديني عمر؟ أرجوك يا ابتسام بلاش القسوة زيادة دي، وخليني أتهنى بالكام يوم اللي فاضلين لي. أنا مش قاسية، الدنيا هي اللي قاسية والظروف اللي احنا فيها هي اللي قاسية جدا. أنا مش عايزة وائل يكون في الوسط بينك وبين كريم، هتأذوه بالشكل ده. معقولة ده يكون تفكيرك فيا؟ أنا ما رجعتش علشان أأذي حد، أنا رجعت عشان كم لحظة حب وحنان، وياريتهم يطولوا شوية، بس أنا محتاجهم ولا يمكن أفرط فيهم أبدا. هي دي اللي بتجري وراها؟ هي دي اللي معذباك؟ دي ست متجوزة وبتحب ولادها وجوزها ولا يمكن هتبص لحد تاني. انت ما تعرفيش العلاقة اللي بيني وبين ابتسام. واللي يمكن اعرفه ان انا خنت الراجل اللي عشت معاه سنين طويلة في خدمته. والله انا ما اجبرتكيش على حاجة. انت اللي كنت عايز الخيانة وبأي ثمن وفي اي وقت. ارجوك توقفي العربية. من فضلك ما تزعلش مني. بقول لك وقفين العربية هنا.
تشيلنيش من جنتك. انا حياتي كلها ملهاش طعم من غيرك. انا اسفه اني ضايقتك، بس ما بحبش اشوفك مهزوم. يكون في علمك لو وائل عرف ان في اي صله بيني وبين ابتسام هيكون اخر يوم ليكي معايا. وانا لا يمكن اعمل كده. طب خشي اطلب لنا غدا يلا. مين ياخدك مني وتبعد عني ويسكن قلبك غيري؟ مين مين مالك امري واخد عمري وشاغل قلبي غيرك؟ ايه اللي اتغير فيا وانا شايلك جوه عينيا؟ ده لا قبلك ولا بعدك وفي قربك وفي بعدك ولا حد يأثر فيا. مين ياخدك مني وتبعد عني ويسكن قلبك غيري؟ مين مالك امري واخد عمري وشاغل قلب غيرك؟ أرجوك يا مدام سميرة، أرجوك اهدي اهدي وما تخافيش. أنا متأكد إن هاشم هيرجع لك ندمان، ما هو مش معقول يعرض نفسه للخسارة والبهدلة. وبعدين مهما كان دخله هيجيب منين نص مليون جنيه عشان يدفعهم آخر؟ ده غير النفقة. يا أستاذ هاشم خلاص ناوي يبيع، علشان كده الخسائر مش هتفرق معاه جامد. بس أنا مش هستسلم، لأ أنا مش هستسلم. لو كان التهديد ما جابش فايدة خلاص أجرب معاه المكر. ستوب، برافو هاشم. يلا لو سمحت غير هدومك عشان نصور بقى، البروبة كويسة جدا. تفضل. ميرسي قوي يا أستاذ، بس من فضلك اديني نص ساعة راحة بس أشرب النسكافيه بتاعي. هايل يا سموحة هايل، بس عايزين نعمل شوية تجديدات في الرقصة كده. انت بتعرف ترقص وهتخرج قريب. يلا. ألو. أهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. أنا بشتغل بصور أغنية. مش هينفع دلوقتي، مش هينفع. هفضى على 6 المغرب، بنصور نهار. يعني أنت عاوزة تطلقي؟ أمال إيه اللي قالهولي المحامي ده؟ يعني الموضوع جد. طيب طيب، ساعة زمن وهكون عندك. باي باي. سماح، سميرة لسه مكلماني في التليفون وعاوزة تطلق وهتبريني من المؤخر والنفق. ايه اللي خلاها ترجع في كلامها؟ انا عارف، يمكن حست ان مفيش فايدة مني. بس الموقف نفسه غريب. غريب ولا مش غريب؟ بعد اذنك اروح لها. ما تروح لها، انت بتستأذن مني ليه؟ مش مراتك؟ ايه شغل العيال ده؟ يا سماح، عايزاني اروح اروح، مش عايزاني اروح خلاص مش هروح. روح لها بس متتأخرش. بس مبوزة ليه كده؟ سعيد انا رايح اطلق. نعم. رايح اطلق ايه؟ اشغل المخرج كده ساعه زمن واكون جيت. يا هاشم ده وقت طلاق، الراجل جاهز للتصوير ودي فلوس. يا سعيد عشان خاطري انا مش عارف اشتغل، انا عايز اهدى من الموضوع ده من فضلك. خلاص خلاص اوكي اوكي. ميرسي قوي، بروفا هايله. بس بعد اذنك اروح اشرب النسكافيه بتاعي عشان اخش في المود. ايه حكايه النسكافيه معاك يا هاشم؟ وهنرجع تاني نعمل بروفا تاني يا استاذ؟ ما فيهاش حاجة، ما عايز اشرب نسكافيه. بلاش تأخير. حاضر. اتفضل. ايه ده؟
هاشم، ازيك؟ وحشني موت. ازيك يا هانم؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. اتفضل يا هاشم، اتفضل اقعد. امال فين المأذون؟ المأذون على وصول. ما تقعد يا هاشم، كل اللي انت عايزه يا حبيبي هيحصل، ما تقلقش. ولو ان الفراق صعب قوي، كل شيء اسمه ونصيب. هاشم، هتتجوز البنت الصغيرة اللي شفتها معاك؟ ايوه. الف مبروك يا حبيبي، ربنا يوفقك. مرسي. عقبالك يا هانم. متشكرة. ما تأخذنيش يعني لو صدر مني أي حاجة ضايقتك يا هاشم. لا أبدا، أنت ما ضايقتنيش ولا حاجة. كل الحكاية إنك حاربتيني في لقمة عيشي وخلتيني أنطرد من الأوتيل اللي أنا كنت بشتغل فيه. هاشم، ده حقي. العقد مش اتمضى بسببي أنا؟ على كل حال كتر ألف خيرك، حقيقة أنت ساعدتيني كتير كتير قوي. وعايز تسيبني ليه؟ احنا هنتكلم في الموضوع ده تاني؟ اه هنتكلم، ونتكلم كتير يا هاشم. اه ايه ده؟ ايه ده؟ المركب مش هتتحرك ولا ايه؟ دي رحلة نيلية لأسوان، هنقضي هناك أسبوع. ما وحشتكش؟ ما وحشتنيش. انت كان انت، انا عندي تصوير أغنية والناس كلها منتظراني. مفيش حاجة أهم مني. انت بتحسبي بالموقف الغريب ده هتخليني ارجع لك؟ انت مجنونة، انسانة متسلطة. هترجع لي يا هاشم؟ يعني هترجع لي؟ من فضلك لآخر مرة بقولك خليهم يوقفوا المركب ده. مفيش قدامك غير النيل وسمورة، وريني هتعمل ايه. لو انت مجنونة قرات انا اجن منك 24. هاشم، لو سمحتوا مش عايزين زحمه. الحمد لله انا سلمتك ازاي؟ الله يسلمك. ماشي، ما انت فعلا حاولت تنتحر ولا ايه؟ معقول انا اعمل حاجه زي دي؟ يبقى هي اللي رمتك في المايه صح؟ الحمد لله الموضوع انتهى. لا يا هشام، احنا عايزين نعرف ايه اللي حصل. بعدين بعدين، انا تعبان. يلا عايز اطلع من المكان ده. صباح الخير يا ماما. صباح الخير. حضرتك عاملة ايه النهاردة؟ واضح ان في حاجة عايزة تقوليها لي. بحبك قوي عشان فهماني كده على طول. انا كنت جاية اقولك ان هاشم كان جاي يتكلم مع حضرتك عشان يخطبني. انا مش عارفة جرى لعقلك ايه يا سماح، ليه ترتبتي براجل كله مشاكل؟ انت مش شايفة الجرايد كتبت عنه ايه النهاردة؟ اتفضلي. انا مش شايفه ان الجرايد كاتبه حاجه ضده، يعني واحد رمى نفسه في النيل وحب يتخلص من مطارده مراته، وبعدين ده طلقها والموضوع خلاص خلص. الحكايه ما خلصتش، الحكايه هتبتدي. الجرايد هتتابع القضيه دي، ومراته مش هتسكت، هترفع عليه قضيه نفقه وتطلبه بالمؤخر، وحكايته هتبقى على كل لسان. يا ماما انت مكبره الموضوع كده ليه؟ من كل يوم في ناس بتتجوز وناس بتتطلق، وبعدين اتنين مش طايقين بعض يستمروا مع بعض ازاي؟ اللي يسيب مراته بعد كل اللي عملته له هيسيبك انت كمان. يا ماما هاشم ما كانش مبسوط مع مراته، كان هيطلقها هيطلقها. ده رمى نفسه في النيل عشان يتخلص منها، في دليل اكتر من كده؟ سماح انا ما اقدرش اوافق على جوازك من الولد ده، لانك مش هتكوني سعيده. يا ماما هاشم بني ادم كويس وكل يوم بيثبت لي انه بيحبني. طب ارجوكي بس قابليه واتكلمي معاه. لو اتكلم معاه يعني انا موافقه على الجوازه دي. ما تنسيش انه كذب عليكي وقالك انه مش متجوز. انا مسامحاه، كل بني ادم في حياته فيه اخطاء بيحاول يخبيها، وبعدين هاشم ما عندوش اخطاء فظيعه. لما يخلص مشاكله بيجي يتكلم.
طب ممكن يا ماما حضرتك تاخدي رأي عمي كريم؟ جايز يبقى له وجهة نظر مختلفة. عمي كريم مش هيهمه مصلحتك أكتر مني. أول مرة أسمع من حضرتك الكلام ده عن عمي كريم. جايز يبقى له وجهة نظر تانية، بس أنا واثقة لو بابا كان عايش أكيد كان فهم المشكلة وحلها. سماح اتأكدي من حاجة، ما حدش هيحبك ويخاف على مصلحتك قدي أنا. طب أنا هخلي هاشم يجي يقابل عمي كريم. ألو، قريتي الجرايد؟ أيوة. ورأيك إيه؟ طبعا الجوازة دي أنا ما وافقش عليها خالص. أنا ما كنتش فاكر إنك بقيتي مستبدة بالطريقة دي. ده لازم كريم أبو العز ناقع عليك. من فضلك ما تقحمش كريم في مناقشتنا، إحنا بنتكلم في موضوع يخص سماح، خلينا نتكلم في الموضوع ده بس. حاضر يا ستي، أنا بقى ما عنديش مانع إن هاشم يتجوز سماح. مش فاهمة، بتدي لنفسك الحق إنك تقبل أو ترفض؟ طب هبقى اتكلم بعدين. مع السلامة يا فندم. مالك يا ماما عصبية كده؟ كنت بتتكلمي مع مين؟ مع واحد معايا في الشغل بيضايقني. كنت عايزة حاجة؟ لا أنا كنت خارجة وما حبيتش أخرج وحضرتك تبقي متضايقة مني. طب يا حبيبتي مفيش حاجة. الو، سمعت سام الكلام في التليفون مش هجيب نتيجه، ارجوك نتقابل عند الاستاذ رشدي. انا تعبت قوي في تربيه ولادي وما عنديش استعداد اتحمل فشل اي حد فيهم. كل واحد من حقه يعيش تجربته في الحياه ويتحمل الفشل ويسعد بالنجاح. كلام جميل قوي ولطيف قوي، لانك لا ربيت ولا شلت ولا سهرت ولا تعبت في حاجه، لكن أنا بقى اللي ربيت ولادي وتعبت وسهرت عليهم، وأنا اللي عارفة إزاي أحميهم من أي مشكلة. طيب تقدري تقولي عملت إيه في مشكلة وائل وصفاء؟ كل اللي قدرت تعمليه إنك اعترضت على العلاقة اللي بينهم وخليت الراجل ترى البنت من المكتب. إيه دخلنا في الموضوع ده؟ مش موضوعنا خالص. عندك حق، خلينا في سماح. أنا من رأيي إن هاشم هيسعد سماح. هاشم مجنون، لو زعل مع البنت ممكن يرمي نفسه من بلكونه، ممكن يرمي نفسه من النيل. خلاص ناخد عليه تعهد ما يرميش نفسه من اي حته خالص. انا مش بهزر دلوقتي، مش وقت هزار خالص دلوقتي. لو البنت اتجوزت الجدع ده هتعيش تعيسه وفي فضايع على طول. انا مش عايزه الجدع ده لبنتي. انت جرالك يا ابتسام، انت زمان كنت ارق من كده كتير. احنا عمرنا ما كنا بنتخانق، كنا دايما متفقين. الزمن غيرك ليه؟ المسؤولية اللي شلتها هي اللي غيرتني، خوفي على أولادي هو اللي غيرني. زمان ما كنتش بخاف، ما كانش عندي قلق، لكن لما اختفيت اتجوزت كريم أبو العز. أيوة اتجوزت كريم أبو العز عشان يحميني ويحمي البنات. أنا حقيقي اتغيرت، لكن أنا مش هسمح بحد أبدا يسبب أي ألم لبناتي. الألم الحقيقي إنك تحرمي بنتك من الراجل اللي بتحبه. أرجوك يا ابتسام فكري تاني في الموضوع ده، وعلى مهم لو في أي إشكالات أنا مستعد أحلها بطريقتي. ويا سلام يا سلام لو قبلتي ووقفتي معايا في القضية، الإشكالات هتخافتي جنبنا. لو احتجتيني في أي حاجة هتلاقيني هنا عند الأستاذ رشدي. أهلا مدام ابتسام. أهلا بيك يا أستاذ رشدي. في جبت لها سيرة القضية. غلط غلط يا مصطفى بيه، ما كانش لازم تجيب لها سيرة القضية النهاردة خالص. بالعكس، تعرف يا أستاذ روجي أنا متهيالي ابتدت تلين. ازيك يا مسيد؟ أهلا 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 يا ست ابتسام. ايه ده المحل نور؟ لا الدنيا كلها نورت. اهلا اهلا. لا مؤاخذه. الو، اهلا يا صديق بيه. حاضر،
العنوان ايه؟ اكتبي لي الله يسترك. ايوه 16 شارع المنتصر بالعجوز. ايوه لمين؟ الست فتحية النجار. الحمد لله على السلامة، مبروك المولود الجديد. الحمد لله على السلامة، مبروك المولود الجديد. أيوة لا تم. طبعا عارفة صادق عبد النعيم. حاضر نص ساعة يكون الورد هناك. لا 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 اطمن. حاضر مع السلامة. قوليلي يا أبو سيد، وائل بيفوت عليكم في المحل هنا؟ كان هنا من قيمة ساعة، قعد شوية ومشي على طول. هو سعيد قوي بالمحل ده. عارفة يا أبو سيد، وائل رغم أنه أصغر إخواته ومتدلع قوي من أبوه، إلا أنه عمره ما سبب لي في أي إشكال، لو هو صغير ولو هو كبير. ربنا يخليهولك ويفرحك بيه هو وإخواته. بالحق الأستاذ وائل هو اللي ماسك حسابات المحل، هو اللي ماشي كل حاجة هنا. أبو سيد أنا مش جاية عشان الكلام ده خالص، المحل ده محلك والأولاد ووائل معكم، أنا لما في إشكال بس بيقولي. كتر ألف خيرك، ربنا ما يجيب إشكال ولا حاجة، الحمد لله الأمور ماشية تمام. هتعملي إيه يا ستان؟ خليني أساعدك. حسبي على إيدك. حسعد خليني أجرب. عارفة يا مسيد، من أكتر من 20 سنة سافرت اليابان مع كريم، وهناك لقيت حاجة لطيفة قوي، كل ست زي ما بتتعلم تطبخ وتسوي بيتها لازم تتعلم إزاي تنسق الورد. حاولت قعدت أسبوعين كل يوم أروح أتمرن شوية، لكن الوقت كان مش كافي. وهو بعد المدة دي كلها ابني يفتح محل ورد معاكم. البركه فيكي، انت السبب. ربنا يكبر بخاطرك يا ست الستات، زي ما انت كده بتكبري بخاطري. كده كده جرحتي ايدك؟ لا حاجه بسيطه، ما فيش حاجه، يا ريت كل الجروح كده.